نبدأ الملف الأول، ارتفاع الرسوم الدراسية بجامعة الخرطوم. نتابع التقرير. معنا الطالب عمر جبارة علي المتحدث باسم مجلس روابط طلاب جامعة الخرطوم. عمر مساء الخير. مساء النور. عمر، الزيادة أنتم محتجين عليها، لو يعني ناخذ تفصيل أكثر عنها، كم حجم الزيادة عن السنة الفاتت على سبيل المثال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. مساء الخير عليكم، تحية طيبة لقناة النيل الأزرق. مرحبا. وهي تحدث قضايا المجتمع السوداني وبالأخص القضايا الطلابية. وردنا الأسبوع الماضي قرار مفاجئ بزيادة رسوم القبول العام بأكثر من 800%، حيث ورد رسوم طلاب كلية علوم التمريض من 27,000 إلى 500,000 جنيه، وزيادة خرافية جدا جدا. نعم، نعلم جيدا في كلية علوم التمريض أن هنالك 3 طلاب من القبول العام والقبول الخاص وأبناء العاملين قد حرموا في قرار كارثي قد ورد الأسبوع الماضي بعد الزيادة المفاجئة في رسوم القبول العام هذه السنة. فتم عمل عدة مواكب، فكان رد الإدارة سخيف جدا جدا، حيث ردت أنها لم تحرم طلاب القبول العام، فكلكم طالعتم البيان أن حفظ الغران هم محفيون، أن الأوائل هم محفيون تماما، الطلاب الأشداء هم محفيون. نعلم جيدا أن طلاب كلية علوم التمريض يدخلون بنسبة تراوح من 86 من 3 إلى 89، فهم خارج نطاق المئة الأوائل، أيضا يعني لم يحفظ القرآن، فأكيد محرومون من هذه المنحة. فكلنا حزينين كل الحزن لقرار فصل 3 طلاب، حيث طالبة القبول العام 27 جنيه. فتخيل بشاعة المنظر أن طالبة تحرم من الدخول إلى الجامعة بسبب عدم سداد الرسوم، وكذلك طالب من أبناء العاملين، أبناء عاملين لهذه الدولة ما يدفع ما يقارب 125,000 جنيه، فلم يستطيع أن يوفر ذلك المبلغ، فقد حرم من دخوله إلى الجامعة. فبعض يعني يلاغي بعض الاستنصاف من بعض الحرس والمسجلة، قد يدخل عتاوة وتارة أخرى، فهذا الحل غير مجدي إلا بعد إرجاع استمارتهم من وزارة التعليم العالي إلى شؤون العلمية جامعة الخرطوم. عمر، تواصلت مع إدارة الجامعة كمجلس رابط الطلاب؟ كان في لقاءات مع إدارة الجامعة؟ ولو كانت في، شنو كانت إجاباتهم على أسئلتكم؟ نعم، تواصلنا كروابط ولجان مختلف كليات الجامعة الأربعاء الحد الفات، فرسلنا إلى عميد شؤون الطلاب لقاء مجتمع يضم جميع الروابط واللجان. عميد شؤون الطلاب كان رده يعني صادم جدا جدا، حيث قال أنه ليس مفوض وأن الروابط تلاقي كلياتها وهي بالنسبة له الروابط إلا في عودة الاتحاد. فتخطينا من شؤون الطلاب، ذهبنا إلى مكتب مدير جامعة الخرطوم البروف عماد الدين الطاهر علي عربيد، فكان رد الصادم لمدير المكتب التنفيذي أن بروف عربيد لا يلاقي الطلاب، حاجة محزنة جدا جدا إن مدير الجامعة يرفض أن يجلس مع طلابه. بعدها تحركنا بموكب غفير، كان يوم الاثنين الماضي، تحركنا بموكب غفير يضم جميع طلاب كليات الجامعة المختلفة من سوبا، تربية، شمبات، المجمع الطبي، المجمع الوسط السندر. فالاحتجاج كان واضح، حيث طلع كان مجدي، وحيث طلع بيان يوم الأربعاء المساء أن الجامعة لم تحرم وكلكم طالحتم البيان، لكنه لا يشمل إلا المئة الأوائل ولا يشمل إلا حفظة القرآن، لا يشمل إلا حفظة القرآن. في طلاب تم منعهم من دخول الجامعة الذين سيحرمون والذين حرموا مسبقا، فتخيل إذا طبق هذا القرار كم حجم الكارثة. هل في طلاب الآن حرموا من دخول الجامعة لعدم سداد الرسوم؟
نعم، عددهم عندنا كم؟ كلية التمريض 3 طلاب، طالبا قبول عام ما بتدفع 27,000 جنيه، طالبا قبول خاص مفروض عليها 500,000 جنيه، وطالب قبول أبناء عاملين مقرر عليه 125,000 جنيه. طيب الآن أنتم الجامعة زادت الرسوم بنسبة عالية، إدارة الجامعة بحسب كلامك رفضت لقائكم، شنو قدامكم يعني؟ شنو الإجراء اللي أنتم حتقوموا به لمحاولة إيصال وجهة نظركم لإدارة الجامعة؟ ليكون معك واضحا بعد الشيء، إن مدير الجامعة طلب اجتماع معنا اليوم، الكلام ده كان بالأمس أو الأمس يعني أحد، أمس كان عطلة، فالليلة اجتمعنا كمجلس روابط ولجان، كان رد المدير صادما جدا، حيث انه قال لن نخفض رسوم القبول العام. انتوا هي قابلتوا، انتوا قابلتوا البروفيسور مدير الجامعه عمر عشان الصوره تكون واضحه؟ عمر في الاول قلت نعم. انكم مشيتوا للمدير التنفيذي وما قدرتوا تقابلوا المدير، الكلام ده كان سابق، الليل انتوا قابلتوا مدير جامعه الخرطوم؟ نعم، بعد موكبين مدير الجامعه حتى نتنازل عن مجلس الطلاب. شنو كان المدار في الاجتماع؟ عرضت وجهة نظركم، كيف تعاملت إدارة الجامعة مع المطالب؟ نعم، نحن عرضنا وجهة نظرنا وصممنا هذا القرار من منطلقين، منطلق اقتصادي ومنطلق قانوني. ردهم شنو؟ ردهم لن نقبل بتخفيض رسوم القبول العام، نعم، اللي هي مقررة 500,000 في كلية الطب و500 في التمريض و250 في كلية الآداب كحد أدنى. نعم، يعني هم رفضوا تنفيذ مطالبكم وحتستمر الجامعة أو إدارة نعم. الجامعة في تحديد الرسوم الجديدة. نرد على إدارة الجامعة بكرة بموقف من غفير، ثم طلع لدينا بيان قبل قليل صادر يدين إدارة الجامعة بهذا الفعل الشنيع. شكرا استاذ، سنرد على اداره الجامعه اننا سنقاطع التسجيل وان الطلاب الجدد سيقاطعون التسجيل، ونحن على تواصل مع اولياء الامور، قعدنا معهم وفدنا لهم. وضحت الصورة يا عمر، من شكرا ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه. شكرا عمر جبار علي المتحدث باسم مجلس روابط طلاب جامعه الخرطوم. فريق عمل البرنامج كالاتي، تواصل مع اداره جامعه الخرطوم، والجامعه اعتذرت عن الظهور عبر شاشة قناة النيل الأزرق بأنها حتكون عندها بيان خلال الأيام القادمة. كنا حريصين طبعا نسمع وجهة نظر إدارة الجامعة والأسباب اللي دعتها إلى هذه الزيادات ومبرراتها، خصوصا في ظل موقفهم الواضح سمعناه الآن عن طريق عمر جبارة المتحدث باسم روابط الطلاب، بأن الإدارة مستمرة في فرض الرسوم الجديدة، وقد يكون عندها دوافعها ومبررات، لكن للأسف جميعا يعني حرمنا انه نسمع هذا الامر مباشره من قبل اداره الجامعه، بالرغم طبعا من تواصل اداره البرنامج مع اداره جامعه الخرطوم. نتابع الموضوع في الايام او الاسابيع الجايه اذا ما تحلت لغايه ما تحين او يحين اجل الحلقات القادمه.